طيب هنروح لأيضا إعلان من قبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باستمرار الحكومة في مساندة القطاع السياحي. أكد أيضا التزام الحكومة بتوفير كل ما يلزم لإطلاق حملات ترويجية ضخمة إلى الأسواق شرط الاعتماد على عناصر أو شركات ذات خبرة عالمية في مجال التسويق السياحي. شدد رئيس الوزراء على ضرورة اعتماد تلك الحملات على تصحيح الصورة الذهنية ونقل صورة صحيحة لمصر في الأسواق المستهدفة بإبراز عناصر الجذب السياحي والترويج لها وفي مقدمتها السياحة الشاطئية والمناطق الأثرية وسياحة السفاري. واحنا كنا ايضا عارفين بانه كان هناك تقرير خرج من موديز بخصوص ما وصلت اليه مصر فيما يخص السياحه وان احنا ايرادات السياحه هي الاقل منذ 18 عاما.